نشي نشوف احنا على الواقع ما تجيب لنا كلام. جينا عند شركات منظمات ما تسي اي حاجه، ما معانا الخيم شديده عليه الحر، المي ما فيش، كل حاجه ما فيش. لما يكون داخل اسرته 8 انفار او 10 انفار، انا داخل اسرتي 2 بنات و2 اولاد. طبعا عدد النازحين في محافظه لحج 9225 نازح موزعين على 6 مديريات. يوقع عدد المخيمات في محافظه لحج 6 مخيمات و2 الان في اطار الانشاء. بالنسبه للمخيمات النازحين قلنا انه في لحج تولي اهتمام كبير من قبل المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين الذي قامت بانشاء الخدمات الاساسيه مثل السكن والصحه والمياه. كيف لما صورت تعال.